خير من عمله وليس بحال، وهي فعلا خير وأبلغ من العمل، لأن الإنسان قد يبلغ بنيته منازل لا يبلغها بعمله. ويكفيكم ما ثبت في الصحيح، صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على إخلاص. فتبلغ نيته ما لم يبلغه عمله، وبالمقابل في الشر كذلك تبلغ نية الإنسان ما لا يبلغه عمله، فقد يعزم على شر ويحجزه عنه مانع ويمنعه منه مانع، ثم يكتب عليه كأنه فعله، كما ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما القاتل والمقتول منهما. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وحديث أبي كبشة المائي الذي يسمى ابن ماجه وغيره، والذي فيه سوى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل آتاه الله المال ورجل لم يؤته الله مالا ولكنه يتمنى ان يكون له من مال فلان من مال فلان حتى يعمل عملا فهما في الاجر سواء. فرجل آتاه الله المال فانفقه بغير طائل وعصى به الله سبحانه وتعالى واستعان به على الباطل فهذا، ورجل اخر لم يعطي الله مالا ولكنه تمنى ان يكون له مال حتى يعمل بماله ما يعمله هذا فهما في وزر السواء. فهذا بلغت نيته منازل الابرار، وذاك بلغت نيته منازل الهجاء. فلا بد من تصحيح النيه، وليس من الحشو ان يبدا الامام البخاري رحمه الله كتابه الصحيحه بحديث انما الاعمال بالنيات، بل قال بعض السلف انه لو الف كتابا لبدأ كل باب منه بحديث انما الاعمال بالنيات، لان المسلم يحتاج الى هذا الحديث في كل شيء، واحوج الناس الى هذا الحديث هم طلبه العلم، لان العلم شرف لاهله وعز وفخر، فاصحابه يتصدرون المجالس ويصدرون ويثني عليهم الناس ويذكرونهم بالخير، فاذا لم يكن هناك نيه صالحه فان الانسان يهلك، فيضيع سعيه ويضل عمله، فيكون والعياذ بالله من الليله تسعر بهم النار، كما ثبت في صحيح مسلم ان اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه، احد هؤلاء الثلاثه رجل اتاه الله العلم، لكن وكان اتاه الله القران، فكان يقوم بها نادين، فياتي به الله سبحانه وتعالى فيعرفه بنعمه عليه فيعترف بها، فيقول له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: لقد اتيت القران فيسرت به اليه مع الحديث. فيقول له الله: كذبت. فتقول له الملائكه: كذبت، انما قرات ليقال فلان قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيقال. رجل اتاه الله القران، ومع ذلك هو من اول من تسعر منه النار، لماذا؟ لانه لم يراقب قلبه، ولانه اثر الذكر المؤقت الزائد من اشخاص لا يعرفون طويته ولا خيرته على ما عند الله سبحانه وتعالى مما هو خير وافضل. ينبغي لطالب العلم ان يراقب نيته قبل بدء العمل، ويسال نفسه لماذا يطلب العلم؟ فإذا كان يطلبه لله سبحانه وتعالى فليحافظ ويستدم هذه النية، وإذا كان يطلبه لغير الله فلا أقول أنه يترك العلم، ولكن عليه أن يصحح نيته عند الابتداء. فقد ثبت في مستدرك الحاكم وسنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة، أي لم يشم رائحة الجنة. العرض هو الرائحة، فهذا لا يشم وعرف الجنة يفوح من آلاف السنين، مع ذلك لا يشم رائحة الجنة، لأنه لن يقترب ولن يكون في حدود يراها به ولا يسمع بها، لأنه باختصار لن يصلح نيته، فالنية النية. ولا يتكي الإنسان على ما ذكر عن بعض السلف من كون بعضهم طلب العلم لغير الله،
ولكنه بعد أن تقدم بعلم هداه الله سبحانه وتعالى وتعلم، بل ينبغي أن يصحح الابتداء. ولا شك أن الإنسان إذا تعلم العلم تعلما صحيحا بطريقة صحيحة فإنه سوف يكون أحرص منه على إصلاح اليتيم وعلى تحصيل الدروس والازدياد بالمعلومات، لأنها في هذه الحالة تكون حجة عليه ولا تكون حجة له. وهذا شيء العلم، العلم إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة لك عليه، كما ثبت في صحيح مسلم الحديث من مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين وتملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو عنوان العلم وأفضل العلم وأهم العلم، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى سببا، جعل العلم سببا في رفعة العلماء، وجعل الجهل سببا في ضاعة الجهلاء، كما ثبت في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الشام في بيت المقدس استقبله أبو عبيدة ومن معه، فسأل عمر أبا عبيدة على من خلفت على أهل الشام، قال: خلفت عليهم ابن أبزة أو ابن أبي أبزة. قال: مولى خلفت على صحابة التابعين مولى؟ فقال: إنه حافظ لكتاب الله أو إنه عالم بكتاب الله. فقال له عمر: أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله به بيوتا هي في السلم الاجتماعي وضيعة، ويضع به بيوتا أخرى هي في السلم رفيعة. هذا يرفعه العلم وذاك يضعه الجهل، كما قال الأول: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. العلم رفعة يرفع الله سبحانه وتعالى له بالدنيا كما يرفعه بالدرجات في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أي ويرفع الذين أوتوا العلم درجات، والدرجات يوم القيامة غير درجات الدنيا، المفاضلة بين درجات الآخرة عظيمة جدا، ما بين الدرجة والأخرى البون الشاسع بين الدرجة والدرجة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وللآخرة انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. أي في الدنيا ترون التفاضل بين الدنيا بين من يلتقط البعض ويكاد أن يسكن القبور، وبين من يكنز الجواهر ويقيم القصور، هذا فرق شاسع. ولكن الفرق بين درجتين من درجات الآخرة أعظم من الفرق بين أدنى درجات الدنيا ما على درجات الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فينبغي أن نحرص على منازل الآخرة وعلى درجات الآخرة، ونزهد في الذكر، ونزهد من المنزلة والتصدر، وأن يشار إلينا بالمنام ويقال: فلان قارئ، وفلان عالم، وفلان طالب علم ما شاء الله، وكذا. هذه أمور وأرقام يجب على طالب أن يكون أزهد الناس بها، ولا يزهد بها إلا أن يستشعر أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب العلم، وراقب نفسه أثناء طلبه العلم، لأنه كلما ازداد علما خاصة في المراحل الأولى كلما زين له الشيطان ما هو عليه، وكلما يعني أوهمه أنه على علم وعلى مكان وعلى دين وعلى خير، عند ذلك يهلكه الشيطان فينهار من الأعداء إلى مكان صحيح. أما إذا استشعر أن الشيطان يحاربه وأن الإخلاص به يسكو العلم وبه يسكو العلم وبه ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، فإنه لا حري به عند ذلك أن يستصحب هذا المعنى، وهو معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كذلك ما ينبغي أن يعتني بطالب العلم
بعد الإخلاص وأثناء الإخلاص أن يستشعر أهمية العلم، أهمية هذه الأمانة التي يتحملها. العلم أمانة عظيمة، وتحملها عبء جسيم، ولكن دائما على قدر ما يكون العبء جسيما وعلى قدر ما يكون ثقيلا بقدر ما يكون الأجر عليه عظيما. على قدر العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. كلما كانت مرتبة عظيمة كان التنافس عليها شديدا، كلما كانت منزلة عظيمة كلما كان الأجر عليها عظيما، وكلما كان الحصول عليها صعب، وكانت دونها مشقات وأهوال ودونها عقبات تؤود لا يجتازها إلا مخيف. هذه العقبات التي يكون لطالب العلم، يحتاج طالب العلم لكي يجتازها المفاوز التي ليس فيها معالم تهدي، والمهالك والمفاوز المعطشة والنفانف التي يسير فيها طالب العلم، لا بد أن يصحب في هذه الرحلة من يعينه على معرفة الطريق، من يعينه على مسائل الطريق وتعرجاتها، حتى يصل بأقصر طريق، وحتى يصل دون أن يتعب نفسه ودون أن يتعب نضوة ومركوبة. لا بد لطالب العلم أن يصحب العلماء ويصحب طلبة العلم ممن هم فوقه ومن مثله بل ومن هم دونه، حتى يتعلم منهم وحتى يسلك طريقا آمنة فيصل بإذن الله إلى بر الأمان. لذلك لابد لطالب العلم من صحبة الأصحاب يصحبهم في طالب العلم، ينبغي أن يختارهم ويحسن اتقاءهم، ولابد له من شيخ يتعلم منه العلم ويتعلم منه أدب العلم ويتعلم من سنته كما يتعلم من لسانه وقوله، ويسلم بذلك من مغبات كثيرة، ويسلم من عقبات كثيرة كثيرا ما تعرفه طلبة العلم، وسنتعرف لها تفصيلا بعون الله. إذا لابد لطالب العلم أن يستشعر جسامة هذه المهمة، مهمة طلبة العلم، وتزداد هذه الجسامة أهمية إذا كان الطالب في بلد يقين به العلماء. العلم كما تعلمون فرض على الكفاية، بمعنى يجب على الأمة في جملتها، ولكنه بالنسبة للأفراد فرض كفاية. إذا لم تطلب العلم ليس عليك إذن، لكن كل فروض الكفايات، كل فروض الكفايات إذا لم يقم بها من يكفي تتعين، وهذا لا يخص فرض كفاية عن فرض كفاية. بعض الناس يقصر هذا الأمر على جهاد في سبيل الله، ويقصره على باب من أبواب الفرائض، لكنه لا يقتصر عليه عند العلماء، فكل فروض الكفايات إذا لم يقم بها من يكفي تتعين. وطلب العلم من هذه الفروض التي إذا لم يقم بها في بلد معين من يكفي تعينا، يتعين على أهل هذا البلد أن يقيمون فيه من المفتين ومن القضاة ومن العلماء من يرشد الغابر ويذكر الجاهل ويعلم الجاهل ويذكر الناس ويفصل بين الناس بخصوماتهم. وإذا لم يوجد هذا العدد الكافي في كل بلدة من الناس من يقوم بهذا، تعين على كل من فيه أهلية، كل من فيه أهلية لطلب العلم، من إذا طلب العلم استطاع تحصيله تعين عليه أن يطلبه ووجب عليه مكان فرض عين في الحق. ولذلك قال الحسن البصري على قول البخاري رحمه الله صحيح، لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه، يعني بمجرد أن يلقي نفسه الأهلية لطالب العلم، إن كان له ذكاء أو كان عنده تفرغ مع الذكاء أو كان عنده أمور أخرى مما يزيد ويسهل عليه طلب العلم، فينبغي أن لا يضيع نفسه، وينبغي أن يعتني بنفسه ويرابط بحلقات العلم عله لا
أن يسد للمسلمين مسدا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك ولو كان أحد يستغني عن طلب العلم لكان صغار الصحابة أغنياء عن ذلك، لأن في كبار الصحابة الغنى والكفالة، ولكن صغار الصحابة وفقهاء الصحابة من صغار الصحابة كانوا يعرفون ذلك فطلبوا العلم. فقد أخرج عبد الرزاق المصنف بسند صحيح ابن عباس أنه كان يقول لصاحب أنه تعال بنا نطلب العلم فلعله يحتاج إلينا. ذلك الوقت لم يكن يحتاج إليه، ولذلك كان بعضهم يحذر بعض الباب بعض الصحابة صغار الصحابة يقول إنه ما كان يظن أنه سوف يحتاج إليهم مع وجود كبار الصحابة، ولكن مع الجهاد في سبيل الله واستحرار قتل القراء باليمامة واستحراره بعد ذلك بالفتوحات، ثم وجود كبار الصحابة بسبب الزمانة والمرض أو بسبب الكبر كبر هؤلاء تحتيج إليهم، فلو لم يكونوا طلبوا العلم في الصغر ما كانوا على المستوى الذي يرجى منهم الكبار. لذلك هؤلاء الصحابة صغار الصحابة تعلموا العلم لأنهم يعرفون أنه سيحتاج إليهم يوم من الأيام للفتوى والقضاء والعلم والتعليم، ما بالكم بمن هو دونهم أفلا يحتاج إليه؟ والله نحن أحرى من الصحابة ومن صغار الصحابة بأن نتعلم العلم لأنه يحتاج إلينا الآن، وليس الاحتياج إلينا في المآل بل يحتاج إلينا في هذه اللحظة. ما من بلد الآن في بلاد الإسلام إن وعنده اكتفاء ذاتي من العلماء ممن يفتون الناس ويعلمون، لا يوجد. لا أعلم أنه يوجد على وجه الأرض الآن في بلاد الإسلام من تقوم بالكفاية. وهذا البلد الذي أنتم فيه الذي تعرض خلال أكثر من 50 سنة لتشييد منابع هو أحوج ما يكون إلى علماء يرشدون يذكرون الغابرين ويرشدون الساهين ويعلمون الجاهلين ويفصل بين المتخاصمين، وهذا لا يكون إلا بطلب العلم وهو متعين فرض عين على كل من لمس بنفسه الأهلية أو لمسها به. من يعرف من أهل العلم يتعين عليه تعينا أن يطلب العلم حتى يسد المسلمين مسدا بهذا، ولا يجوز له أن يضيع وقتا من الأوقات في بقي حتى في العبادات المفضولة لا يضيع فيها وقتا، فضلا أن يضيعه في المباحات ويضيعه في المحرمات المكروهات أو المحرمات. يجب على طالب العلم أن يتحمل المسؤولية وأن يقول أنا لها وأن يترقى راية طلب العلم باليمين ويمسكها بيمينه إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، وأن يقول ما قال طلبة من العبد إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسب ولم أتبلد، أن يقول أنا لها أنا لسد هذا الثغر أنا للقيام بهذا الفرض أنا لكفاية المسلمين ما أهمهم من شأن العلم، وليعلم أنه إذا تلقى هذه الراية باليمين واستعد للقيام بهذه المهمة فإنه سوف يرجو كثيرا من لذاته وسوف يودع كثيرا من مألوفاته سوف يودع كثيرا من مألوفاته وسوف يقطع كثيرا من عوائده وسوف يقلل من كثير من المأكول والمشروب وسوف يقلل من المخالطة مخالطة من اعتاد خلطة من الناس، لأن هذه كلها قواطع تقطع الإنسان عن طريق القلب هذه كلها قواطع تقطع الإنسان عن طريق الطلب، فلا بد أن نستشعر أهمية ما نحن فيه من طلب العلم حتى نجد ونجتهد ولنعلم أن طالب العلم اليوم هو عالم الغد وطالب العلم اليوم هو مفتي الغد وطالب العلم اليوم هو داعية اليوم والغد وطالب العلم هو قاضي الغد، فلا ينبغي أن يضيع نفسه بل ينبغي أن يستشعر جسامة المهمة وأهميتها، وإذا طلب العلم فإن الملائكة تحفنا بأجنحتها لما نطلب،
وإذا كنا طلبة علم حقا فإننا نكون وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي استوصى بنا أمته. فطلبة العلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وطالب العلم كما في السنن يستغفر له كل شيء، كل شيء يستغفر له ويدعو له، حتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في البحر. يستغفر طلبة العلم لأنه يتعلم العلم ويعلم الناس الخير. فنحن محتاجون لأن نجعل كل هذا الكون المسبح بحمد الله المقدس يدعو لنا ويستغفر لنا. فنحتاج بعد ذلك إلى أن نكون علماء لنعرف كيف نعبد الله سبحانه وتعالى. فبالعلم نعرف الله سبحانه وتعالى، نعرف جلال الله، نعرف عظمة الله، نعرف ما أراده الله سبحانه وتعالى منا بلدية، ونعرف ما أراد من الاجتناب والاجتماع، نعرف أي الحلال والحرام، ولا نستطيع أن نعرف الحلال والحرام إلا بالعلم، ولا نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة إلا بهذا العلم. العلم هو وسيلتنا إلى الله سبحانه وتعالى، العلم هو طريقنا لمعرفة ما أنزل الله سبحانه وتعالى، العلم هو طريقنا للهداية إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وإن شاء الله بعد الصلاة نتكلم عن بعض العقبات التي بعض الآداب التي ينبغي يتحلى بها طالب العلم، بعض العقبات التي تعترض الإنسان لطلبه للعلم، ونذكر معرفة على كيفية طلب العلم وبعض الأمور التي تعين الإنسان لطلبه. ثم نختم ببعض المحاذير التي يقع بها كثير من طلبة العلم خاصة في عصرنا، وسيكون درسنا الأول إن شاء الله في مادة النحو في الأسبوع القادم بإذن الله. وسنذكر في نهاية هذه الكلمة بإذن الله تعالى المقرر الذي هو مقرر به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم سبحانه وتعالى. أخوة الله يبارك فيكم، الخروج بهدوء والرجوع بهدوء، كل واحد يرجع مكانه بعد، ما تبطلوش بعد الصلاة يعني كمل الرجوع. لا يرضيك بعضه حتى ترضيه كله.
التي عرضت
عظما تطلوبها الشمرت لبلوغ مأمولها. ولذلك قال مسلم رحمه الله في صحيحه قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة البدن. ومن أراد العلم لا بد أن يتعب بدنه ويسحر عينه في سبيل ما يطلب. أما من يستبدل النوم ولا يرضي العلم إلا فضول وقته بعد النوم ومخالطة الناس هذا لا يحص به. بل العلم لا بد أن تعطيه كلك حتى يعطيك بعضه. لا بد أن تبذل له وقتك وجهدك وكل ما تطيق وما تستطيع، ثم بعد ذلك لا تطمح أن تنال العلم جميعا، بل ستنال منه قسطا قليلا أو كثيرا بحسب همتك وبحسب إخلاصك وبحسب منهجيتك وربانيتك وبحسب ما يوفقك الله له سبحانه وتعالى في تذليل العقبات والصعوبات أمامك في هذا السبيل. أول ما ينبغي لطالب العلم أن يتركه هو استمرار النوم والكسل، بل ينبغي أن يستبري التعب والنصب في سبيل العلم طلب العلم استمرار العسل، كما قال بعض من تقدم: عادلتي على إتعاب نفسي ورعي في السها روض السعاد إلى شام الفتى برق المعالي فأهو نبالتي طيب الرقاد. عادلتي على إتعاب نفسي أي نائمتي على إسهال عيني وإتعاب نفسي، ورعي في السها أي في دجى الليل روض السعاد وهو السهر إلى شام الفتى، إذا رأى الفتى بروق المعالي فإنه يهون عليه من سبيلها كل شيء، وأهون ما يفوت عليه هو لذة الرقاد لأنها تعوض، ولذة العلم أشد منها وأزكى وأطيب. والله إن طلبة العلم بعد أن يقطعوا به شوطا ليتلذذون بمسائل العلم أكثر مما يتلذذ الناس بشهواتهم المختلفة. ما من شهوة من شهوات الدنيا إلا ولذة العلم وشهوته عند طالب العلم أفضل منه وأحلى وأكمل وأنبل، كما قال الزمخشري رحمه الله: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصف غانية وطيب عناق، وتمايلي طربا وحل عويصة أشهى من الدوكات والعشاق، وألذ من نقر الفتاة دفها نقري ليلقي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجى وتبيت هنوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. فلا بد لطالب العلم أن يجافي جنبه عن فراشه وعند الصباح يحمل القوم السفر، ولا بد أن يقلل من العلاقات، وهذه آفة كبيرة جدا تقطع الناس عن طلب العلم، كانت تقطع الناس عن طلب العلم قديما، ولكنها ازدادت سوءا في عصرنا خاصة مع ظهور الإنترنت وغرف الاتصال ووسائل الاتصال بالسكايبي وسنجر وغيرها والفيسبوك وكل هذه الوسائل، هذه قواطع إذا استمرها الإنسان وتعود عليها حبها واشتغل بها عما هو أهم منها. ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بكتبه وبمذاكرته وبتصور المسائل والاستفادة منها عن متابعة القنوات حتى ولو كان ما فيها مفيد، لكن أنت تريد بناء نفسك الآن، وأنت ما فيه أفيد على المدى البعيد، ما أنت ما فيه أفيد مما تتوهم ويخدعك به الشيطان بكونك تتابع فيه أمرا مهما ولا إلى آخره. فمهمات الأمور يمكن الإنسان يحصلها في ظرف وجيز ولا تعقد كثيرا من وقته، وأهم ما أنت فيه يا طالب العلم
هو أن توفر وقتك أي وقت، تنظم وقتك وتوفر وقتك لطلب العلم. فإذا لم تكن مشتغلا بالدرس حاضرا للدرس، ينبغي أن تكون في مذاكرة لهذا الدرس، مذاكرة تحفظ بها درسك أو تتصور بها مسائله وتفهمه، أو تطالع الكتب والشروح، أو تعمل بعض المسائل التي تشكل عليك. وإذا فعلت ذلك فإن الوقت سيضيق وستحتاج إلى عمر آخر على عمرك حتى تكمل المسائل، ولن تجد وقتا للراحة والنوم، فضلا تجده للفسحة والتأنق والتوسع في مخالطة الناس. فينبغي أن تقطع العلاقة عن منهم معك فضلا عن منهم بعيد منك. ينبغي أن تجعلوا قطيعة بينكم وبين هذه الوسائل، فهذه قواطع، هؤلاء قطاع طريق يقطعون عليكم طريقكم في طلب العلم. هؤلاء الذين يشغلونكم كلما أراد الواحد أن يذاكر جاءه اتصال من هذا واتصال من ذلك، ثم اشتغل بهذا عن طلب العلم. هذه قواطع، هؤلاء قطاع طريق يشغلونكم. وإذا كان قطاع الطريق يأخذ من الإنسان ماله ربما آلوه ببدنه، فإن هؤلاء يؤذونك في دينك وهو أشد من مالك وبدنك، و يضيعون عليك وقتك وهو أثمن من مالك ومن بدنك. ينبغي أن تحرص كل الحرص على الحد من فضول المخالطة، كما ينبغي الحد من فضول الطعام، لأنه في الغالب يحوج صاحبه إلى فضل من النوم وزيادة في النوم، ويمنعه من التركيز والفهم. ينبغي الإنسان أن يأخذ من الطعام والشراب بقدر ما يحتاجه ولا يبالغ بذلك أثناء طلبه، القدر الذي يقويه على ما هو فيه، أما ما سوى ذلك فإنه قاطع يقطع عن طلبه. ثم لابد لصاحب من طالب العلم أن يتحلى بأخلاق تعينه في طلبه وتسهل عليه الطلب، يسهل عليه رفقة مرافقين بالطلب، يحسن عشرة من يصحبونه بطلب العلم من طلبه، كما يحسن عشرة من يعاشره من أساتذة، لأنه إذا حسن خلقه معه مع الأستاذ نال منه مزيدا من الفوائد، وفتح عليه وأعطاه المزيد، وإذا كان خلاف ذلك ينقبض عنه ويضم عنه. وقد جرب أئمة الإسلام ذلك، فبعض من كانوا يلازمون كبار المحدثين كانوا يلاحظون أن من كان منهم فيه زعارة بالخلق يضمون عنه بالحديث ولا يرغون له الكثير منه، ومن كان حسن الخلق حدثوه حتى في غير وقت الدرس. فكذلك ينبغي أن يحسن خلقه مع أساتذته، أن يحسنه مع منهم معه من طلبة العلم، ويذاكر معهم ويعرف لهم حقهم، فحقهم عليه عظيم، لأنهم يساعدونه في تصور المسائل ويذكرونه بما نسي، ويعلمونه ما جهل، وينبهونه إلى مسائل لم يتصورها تصورا صحيحا، لهم جزء من العملية العلمية التي هو يمارسها، بل هم من أهم عناصر الاستفادة. ودائما الإنسان يتفاوت تحصيله بحسب صحبته الذي تصحبه، لأن الإنسان عادة يتأثر بصحبته، فإن صاحب قوم ذوي همة وذوي عزم وذوي استقامة وذوي مسابقة بالخير وذوي محافظة على أوقاتهم، تعلم منه المحافظة على الأوقات وتعلم منه التشمير. فأما إذا صاحب قوم ذوي كسل فإنه يحاكيهم بالتقصير. ينبغي أن تصحب من إخوانك من يذكرك بالله، ومن يذكرك حاله بطلب العلم، وتتأسى به وترتفع وترقى، وتحذر من أولئك الذين إذا صحبتهم ترديت في مدارج الجهل فتضل بذلك وتشقى. من أخلاق طالب العلم التواضع، بل من أخلاق المسلم التواضع. والله سبحانه وتعالى
يكره ويبغض المتكبرين كما أنه يحب المتواضعين ويجازي من تواضع له من رفعة للدنيا والآخرة ما ثبت في صحيح مسلم أساسا قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه وبالمقابل فما من أحد يتكبر إلا أذله الله سبحانه وتعالى ورضاه ولذلك ثبت في الصحيحين أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يعني النمل الصغير يطأهم أهل الناس المحشر كما تكبروا وتجبروا على الناس في الدنيا يعاقبون بأن يكونوا أذل وأحقر الناس يوم القيامة الطالب العلم أولى الناس بالتواضع التواضع لمن يتعلم منه التواضع لمن يصحبه بطريق الطلب والتواضع ليس مظهرا يتكلم كثير من الناس يظهر من حاله التواضع يمشي بهدوء وهوان ويغض طرفه ويخفض صوته ويخفض صوته لأنه في دخيلة نفسه غير متواضع فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ميزان التواضع قال بالإنسان هل هو متواضع عندما قال صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسن ونعلي حسنا أفهم من الكبر ذلك فقال لا الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر يعرف بأمرين يعرف كبر الشخص وتواضعه بأحد أمرين أن يعرض عليه الحق فيقبله ولا يرد الحق فمن يرد الحق فهو متكبر ولو ادعى التواضع واظهر التواضع اذا جاءه خصمه بالحق رده لكون هذا خصما او جاءه شخص دونه بالمنزله رد الحق لكون هذا الشخص دونه بالمنزله او جاءه شخص ليس من مذهبه او ليس من مدرسته او ليس من توجهه الفكري رد الحق لكونه جاء من عند هذا فهذا متكبر لا ينتفع بالعلم كما قال الحسن البصري لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر المستكبر عادة يستنكف عن العلم ولا يقبله لأنه لا يريد أن يأخذ العلم من هذا لأنه دونه بنظره أو لأنه ليس من على مذهبه وليس على منهجه وليس على طريقته هذه أسماء وهذه التحزبات والجماعات والمذاهب والأقوال والملل والنحل هذه كلها أسماء يسميها الناس ما أنزل الله بها من سلطان الذي ينبغي أن يتحزب له هو الحق والذي ينبغي أن يتبعه هو الحق وينبغي أن يقبل الحق ممن جاء به كان إلى من كان وإذا لم نقبل الحق ممن جاء به فنحن متكبرون الميزان الثاني الذي يعرف به التواضع والكبر هو قضية علاقة الإنسان بمن حوله إذا كان يتعامل مع الناس بفوقية واستعلاء واحتقار فهو متكبر وإذا كان يحترم الناس ويجلهم وينزل كل منهم منزلته فهو متواضع وطالب العلم يجب أن يتواضع لأنه بالكبر يحرم من طلب العلم فيسمع الحق فلا يسمع ما يجهل فلا يسأل عنه لأنه يخشى أن يقال أنه جاهل ويخشى أن يكون يتعلم من شخص معين أو من شخص سمع منه شيء قد يكون بينه ودونه وفوقه لكن هو يتكبر قال الحسن لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر المستكبر يستحي من السؤال ويستحي من أن يحضر الدروس ويستحي من أن يقرأ كتابا معينا حتى لا يقول الناس أنه يقرأ كتاب متواضع والواقع أن هذا الكتاب في مستواه فيستنكف أن يقرأ كتابا في مستواه فيقرأ كتبا أخرى فوق مستواه فيخرج عن جادة السبيل كما سيأتينا في أن الربانية من شروط طالب العلم وصفاته من الصفات التي ينبغي لطالب العلم أن يتسم بها هي الحياة الإيجابية ويحذر من الحياة السلبية
حياة الإيجابي هو أن يحفظ البطن وما وعى، الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ويذكر الموت، أن يستحي من كل قبيح، أن يستحي من فعل كل قبيح حتى ولو كان مباحا، يقدح في مروءته، يتركه حياة. لكن هناك نوع آخر من الحياة هو تصنع حياة صوري، حياة شكلي. كثيرا ما يقطع الإنسان عن طلب العلم فهو أن يجهل الأمر فلا يسأل عنه باعتبار من الاعتبارات الدنيوية، فهذا من الحياة المذمومة. ولذلك قال حسن: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الحي يستحي من الجسد حتى لا يقال انه جاهل، حتى لا يقال انه كيف يميل من هذه المساله، كيف خفي عليه هذا ومع وضوحه يستحي. واما ينبغي لطالب العلم ان لا يستحي من ان يسال عن شيء يجهله، بل ينبغي ان ينوب عن من يستحيون من اخوانه استحياء سبيلا، ينوب عنهم ويسالوا عن ما يعلمون ليعلم هؤلاء الذين يستحيون، كما فعل جبريل عندما جاء يسمع عن الإيمان والإسلام والإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء، هذا جبريل جاءكم على الدين. فمن تعليم الناس دينهم أن تسأل لكي يجاب فيتعلم. وهذه الآفة وهي آفة الاستحياء بالطبع كان هي بالنساء أكبر منها بالرجال. وكثير ما يستحي النساء من السؤال، خاصة الأمور التي تنوبهم من أحكامهم والتي يستحيون من ذكرها عادة بالمجالس. ولكن قدوة النساء بذلك أمهات المؤمنين ونساء الأنصار ونساء المهاجرين، فهؤلاء لم يمنعهم من الحياة كما قالت عائشة: نعم النساء ونساء الأنصار، لم يمنعهم من الحياة ومن الترقب في الدين. بل سألنا فجاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فتقول: المرأة إذا رأت في نومها مثل ما يرى الرجل، رأت في نومها مثل ما يرى الرجل، أي ما ماذا عليها؟ رأت احتلاما ماذا عليها؟ فقالت لها عائشة أم سلمة: ويحك فضحت النساء، وهل ترى ذلك المرأة؟ فهي تلطفت عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. فهل علمت امرأة رسول الله احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الله. أم سليم رضي الله عنها من فقيهات الصحابة، فلم يمنعها الحياة لأنها لم تستحي وكانت تسأل عما يهمها، كانت من أفقه نساء العالمين. ولا بد لطالب العلم أن يتجرع ذل الطلب، طالب العلم يذل ويتواضع، وربما رآه من هو خارج دائرة الطلب فظنه مستعبدا، أو ظنه لمن يعلمه، أو ظنه ممتهنا، والواقع أنه يمتهن نفسه ليعزها. وأولئك الذين يستنكفون عن الامتهان يعتزون عزة تؤول به من المذلة، فربما افتضح الواحد في مجلس بسبب جهله، والفضيحة الكبرى تنتظره يوم القيامة. ينبغي أن يتجرع طالب العلم ذل السؤال، وبقدر ما يتجرع من السؤال يذوقه عزا بعد ذلك. والعلماء الذين تجرعوا غصص ومذلة الطلب هم الذين رفعهم الله واعتزوا بالعلم فشمخوا وعرفوا قيمة العلم. ومنهم الإمام الجرجاني، إمام الشافعي الشاعر والعالم المشهور، صاحب الأبيات السائرة التي يقول فيها: ولو أن أهل العلم صانوا حصانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أذلوه جهارا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. ويقول في هذه الأبيات لشيء العلم: أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزن. جرع النفس على تحصيله مضض المرين ذل وسقم. جرع في سبيل العلم المرين ذل الطلب
وشدة الجوع والسهر. ما لابد لطالب العلم، وهذه خطرات غير متنازعة، لابد لطالب العلم أن يكون ربانيا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، على روايتين: بما كنتم تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب. ينبغي العالم ان يكون ربانيا، وينبغي طالب العلم ان يكون ربانيا. فمن الرباني؟ الرباني كما قال ابن عباس هو من يعلم، الرباني من العلماء هو من يعلم الناس صغار العلم قبل كبار. والرباني من طلبة العلم هو من يتعلم صغار العلم قبل كبار. والربانية تتجلى في أمور، منها اختيار، حسن اختيار طالب العلم لمدرسته ولأستاذه وللمادة التي سيدرس بها طلبه وللكتاب الذي سيدرس عليه، ويتدرج في سبيل ذلك فيبدأ بوسائل قبل الغايات، يبدأ بعلوم الوسائل وهي اللغة والنحو والصرف والبلاغة ومصطلح الحديث ووصول الفقه والمنطق وما إلى ذلك، يبدأ بها قبل أن يدرس الفقه والتفسير والحديث وما إلى ذلك، لأن هذه الوسائل هي التي تجعله يفهم هذه المقاصد، وهي التي تجعله يتوسع بها، وهي التي تجعله ذا شخصية مستقلة لترجيحه عند نظر هذه المسائل. وإذا دخل هذه الفنون وهذه الغايات ودخل في المطولات وفي المسائل المتشعبة التي اختلفت فيها الأنظار وتباينت فيها وجهات نظر العلم، يتيه بميداء مغفرة ولا يهتدي فيها، وقد يظن أنه مهتد، وهذا بسبب غمرات جهله. الواقع أنه غير مهتد، لأنه ليس له دليل، ليس له ميزان يزن به الأمور. ينبغي لطالب العلم ان يكون ربانيا، فيتدرج في طلب كل علم من الادنى الى المتوسط الى الاعلى، ويتدرج في الفنون من الوسائل الغايات، ويختار الكتاب المناسب. قد يناسب كتاب معين في بيئه معينه او شخص معين، لا يناسب شخصا اخر لسبب او لاخر، تدخل في عوامل السن، عوامل الثقافة، عوامل حتى تدخل في عوامل خاصة، ويكون اختيار كتاب تدخل في عوامل كثيرة، منها قضية السن، بعض الكتب مناسبة صغار السن ممن عقوله، ممن تقصر عقول ما يدرك من المعاني الكلية، وبعض الكتب مناسب للمبتدئين حتى المبتدئين من الكبار من عقوله راجعة وله الفهم وله نظرة، وبعض الكتب لا يناسب للمتوسطين، وبعض الكتب لا يناسب للمنتهين. كما أن هناك عوامل أخرى كما قلت غير منحصرة، منها المكان، فقد يناسبك في بلد معين كتاب معين لكونك تجد العلماء الذين أو الشيوخ أو الأساتذة الذين درسوا هذا المثل، وربما يكون مثل آخر أفضل منه لكنك لا تجد الأستاذ المناسب الذي يدرسه، فتختار، وربما تختار الكتاب على أساس أن شروحه كثيرة وكتاب آخر أفضل منه لكن شروحه نادر، وهكذا. اختيار الكتاب واختيار المعلم واختيار المدرسة واختيار المادة أمور مهمة جدا، هي مظاهر من مظاهر ربانية عند طالب العلم. أخشى أن ينتهي الوقت ولم أمر ببعض الأمور المهمة، فلذلك أجتاز بعض صفات طالب العلم وأختمها ببعض التحذيرات التي ينبغي ان يحذر، بعض الامور التي ينبغي ان يحذرها طالب العلم، والاشياء تعرف باربابها. فقد ذكرنا ان من صفات علم التواضع ينبغي ان يحذر من الكبر، ومن صفاته الجساره فينبغي ان يبتعد عن الحياء المذموم، ومن صفاته الربانيه فينبغي ان يبتعد عن اللخ، عن عدم المنهجيه، فينبغي ان يكون منهجيا ويقرا في هذا، يقرا تجارب الآخرين في طلب العلم حتى يعرف المحال التي يحذر منها والكتب التي يحذر منها وصفات الشيخ الذي يحذر منه وصفات الشيخ الذي ينبغي أن يقرأ عليه وما إلى ذلك، فكل ذلك يفيده. وليحذر من غائلة
عظمت في عصرنا وغالبتين عظمتا في عصرنا واستحال أمرهما وكانتا وراء انقطاع كثير من طلبة العلم عن الطلب وعدم استفادته من العلم. والغايه الاولى هي غايه التعلم وهي ان يظهر الانسان انه متعلم والواقع انه ليس كذلك. وتظهر هذه الظاهره في امور كثيره منها ان يتكلم ان يقرا كتبا ليست على مستوى ويتحدث بشيء من المجالس. ومنها ان يسال عن ما لا يفيده او لا يناسب مستواه العلمي للدرس مثلا. هل نفترض لو بدأنا الدروس بدأ بالمعهد؟ نحن ندرس على مستوى خطر الندم. مثلا قد اشرح لكم بهذا المستوى واتجنب كثير من المسائل الخلافات الاصليين والكوفيين وكثير من الهروب النحويه التي تناسب مستوى متوسط. احيانا بعض الاخوه ممن ابتلوا بهذه الآلة قد يطرح سؤال لكوني سمع شخص اخر يشرح هذا الكتاب او قرأ بشرح مسألة متقدمة يطرح مسألة مهمة وهي تخسر كثيرا. كأنه الله حسيب ويريد أن يقول أنا مطلع على هذا الباب أو إنك قد قصرت في شرحك فهناك بعض الأمور بقيت عليك ينبغي أن تنبه عليها وكذا. هذه آلة ينبغي أن نحذرها. ينبغي الإنسان أن يقتصر إذا كان في مستوى معين على المعاني وعلى المسائل التي تطرق في ذلك المستوى ولا يشتت ذهنه ويشتت إخوانه بمتاهات الفن. فالفن كبير جدا ولا يتسع له عمر لو تفرغ الإنسان له لا يستطيع أن يحصي مسائله. فمن ذلك إذا كانت الفرص محدودة والوقت محدود لذلك ينبغي الإنسان أن يعتني ويأخذ في كل باب كلياته وأهم ما فيه. لكنه إن شاء الله سيأخذ في مرحلة أخرى زيادة وفي مرحلة ثالثة زيادات وفي مرحلة رابعة زيادات حتى يبلغ إن شاء الله الكمال المستطاع لذلك الفن. ومن مظاهر هذا التعالم كذلك الطعن وهذه الآلة الثانية والتصنيف، تصنيف الناس وتصنيف الكتب وتصنيف المؤلفات. يشتغل طالب العلم ولم يقوى عوده ولم يشتد عوده ولم يصلب وإنما يقلد آخرين سمعهم أو رآهم يبدأ يصنف الكتاب الفلاني إذا فيه كذا وفيه كذا يذكر مساوئ الكتب لا يصلح للدراسة لأن فيه كذا والكتاب الفلاني فيه كذا ولا يوجد كتاب سالم إلا كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يوجد كتاب سالم من الاختلاف والتعارض والتناقض حاشا كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك الكتب كلها مفيدة. الكتب التي يؤلفها العلم عادة يتحرن بتأليفها لإفادة فعادة تكون مفيدة ولا يغني واحد منها عن الآخر من كل وجه. بعض الكتب تغني عن الكتب في الفن بالجملة ولكن ما من كتاب لا يوجد فيه فوائد لا يوجد للآخر. قد تكون فوائد بأسلوبه، قد تكون في عرضه المادة، قد تكون في عمق المادة، قد تكون في وضوحها بالنسبة لشخص معين وتكون أسلوب آخر أوضح لشخص آخر وهكذا. الطعن بالكتب والعناية بها هذا الكتاب له فلان وعقيدته كذا وهذا الكتاب له فلان ومذهبه كذا هذه مسائل غير مفيده. اذا كان كتاب معين اختاره العلماء وتفقهوا عليه وخرج علماء ولو كان مؤلفه ينبز في عقيدته او في منهجه لا يهم، المهم هذا الكتاب من افضل ما في المال فينبغي ان يعتنى به ولا يضرنا بعد ذلك ان كان صاحبه كذا وكذا. وفائده الاستاذ اصلا هي هذه. اذا كانت هناك محاذير تحذر في الكتاب الأستاذ كثير بالتنبيه عليها وتجنيب الطلبة العلم ولا يحتاج أن يأتي طالب علم ليحلل الكتاب جملة فيمنع الناس مما فيه من خير. وهذا الزمخشري الذي أشرت إلى أبياته قبل إمام المعتزلة بعصره وألف كتاب تفسيره للقرآن الكشاف وحشاه بمسائل الاعتزال. ومع ذلك ما من كتب كتاب وما من إمام إلا هو يتفقه ويدرس كتاب الزمخشري ولا يستغني عنه في التفسير لأن الرجل إمام في اللغة إمام في النحو استطاع أن يصل إلى كنوز وإلى أغوال لم يصل إليها غيره وعليه اعتزاله بعد ذلك يتصدى له الجهابذة ويقشونه بمناقيش كما فعل المنير وغيره من الإسلام بتفسيره. وبعض الناس كذلك يمارس هذه العملية في العلماء وفي طلبة العلم فيطعن فيها الأستاذ بكذا
عقيدته أو في منهجه أو حتى في طريقة عرضه، بل حتى في أحيانا في شكله لباسه ومنظره ومظهره. وهذه كلها قواطع تقطع طالب العلم. ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن كل هذا فيشتغل بما جاء، أنت جئت من أجل العلم فاشتغل به. وهذا الأستاذ لن تعدم منه فائدة إذا صحيت. ما من أستاذ إلا ويوجد فيه، لأنه ما من مدرسة تحترم نفسها تختار أستاذا يدرس مادة إلا وترى أن فيه نوع أهل. وإن لم يرها هذا الطالب أو لم يرها ذلك الأستاذ الآخر أو لم يرها ذلك العالم، الناس جبلهم الله على الخلاف وجعلهم الله سبحانه وتعالى مختلفين ولا يزالوا مختلفين إلا مرة. قبل أن أختم، هناك سؤال أيضا يلح على كل طالب علم، وهو أنا عرفت قيمة العلم وعرفت فضل العلم وعرفت بعض المحاذير التي يحذر منها طالب العلم، فما هي طريقة ومنهجية الطالب؟ حقيقة تعلمون أن هذا لا يتسع له محاضرة ولا يتسع له درس فضلا عن لحظات أخيرة من الدرس، لكن هناك معالم وهناك مسائل مهمة لا بد للطالب العلم أن ينتبه لها في طلبه، لا بد أن يتصل بها وأن يعتني بها في أن يحصل طالب العلم، وهي من طرق العلم ووسائل العلم التي وعد الله عليها بالجنة: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا. من هذه الطرق طريق الحفظ، العلم خاصة العلم الشرعي من المهم به جدا أن يعتني طالب الحفظ. صحيح أن بعض الأبيات يغني بالحفظ ويبالغ فيه حتى يكون ذلك على حساب المهم، لكن لا يعني هذا أن الحفظ ليس بمهم، بل العلماء من سلف هذه الأمة لم يكون يعد العالم عالما إلا إذا كان حافظا للعلم، إذا كان علمه حاضرا إذا استدعاه وجده أينما كان. ولذلك كانوا يقولون العلم ليس ما حوى القمطرة، ما العلم إلا ما حواه الصبر. وثبت أسند الإمام الخطيب البغدادي لجامع الأخلاق الله الأدب السامع عن عبد الرزاق الصنعاني الإمام أنه قال: أيما علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تسميه علم. وأنتم تعلمون أن الكتب لا تدخل الحمامات، العلم لا بد أن يكون في الصدور حتى يسمى علما، لا بد من العناية بالعلم. والطريق إلى الحفظ يكون بأمور: أولا أن يوفر الإنسان وقت الحفظ، يقتطع وقتا يوميا. ثانيا أن يقلل من المادة المحفوظة، يقلل من الحفظ لكي يتقي الحفظ، لكي يحفظ أولا ثم لكي يتقي الحفظ ثانيا. فبقدر ما يكرر المحفوظ بقدر ما يحصل. بعض الناس قد يحفظ الشيء من حكاية واحدة، قراءة واحدة، أو من 10 قراءات أو 25 أو 30، لكن لا يبقى، إذا سألته عنه بعد سنة أو سنتين لا يكون، لكن لا يكرر مئات المرات يثبت عنده، ولو سألته عنه بعد 20 سنة تجده حاضرا عنده، ولا يتأتى له أن يكرر المئات إلا إذا كان المحفوظ قليلا. ينبغي أن يتحرى قلة المحفوظ، القلة قلة من المحفوظ يوميا، يخصص وقت يومي للحفظ لكن يكون قليل جدا، ويكثر بعد الحفظ من ترديد المحفوظ حتى يثبت ويرسخ في ذهنه، ويختار الأوقات المناسبة للحفظ كوقت السحر، أنسب الأوقات للحفظ وقت السحر وبعد الفجر، ويبتعد عن وكذلك يختار المكان، يبتعد عن الأماكن التي فيها ما يشغله، الأماكن التي فيها أصوات وفيها إذاعة وفيها تلفزيون وفيها شيء ما يشوش، وفيها غمرة الناس وأسواقهم، أو فيها أو حتى فيها ما يشغله هو نفسه، هو لو لم يكن أصوات خارجة لكن فيها ما يقطعه هو. فينبغي للطالب أن يتفرغ للطلب أثناء، لم يتيسر أن يتفرغ للطلب بشكل نهائي على الأقل الوقت الذي يخصص للحفظ يجب أن يكون، الوقت الذي يخصص للفهم والمدارسة يجب أن يكون وقتا مقتطعا فارغا من الأشغال، ليس عنده شيء آخر يشغله هذا. المسألة الثانية التي ينبغي أن يعتنى بها هي الفهم، وهو ثمرة العلم وحقيقة العلم. الفهم لا قيمة
العلم إذا لم يكن صاحبه فاهما لما يحدث، أو استغفر الله له قيمة لكنها قيمة ناقصة. يعني العلم والحق الفهم والفقه، لغة الفقه للغة والفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جبله به خيرا يفقهه في الدين. فلا يكون فقيها في الدين إذا ما كان فاهما عن الله سبحانه وتعالى. الحفظ الذي تقدم معنا هو وسيلة للفهم، ولكن الفهم هو الغاية. الفهم هو الغاية، لأنه هو الذي به هو الذي يستطيع الإنسان به أن يفهم عن الله وعنه، ويستطيع أن يفهم الأحكام، ويستطيع أن ينزل الأحكام على الوقائع، ويستطيع أن يعمل، ويستطيع أن يحلل. الفهم هو كل شيء بالعلم. لا بد الإنسان يعتني بالفهم. ومما يعينه على الفهم أن الرباني يتقدم أن يبدأ بمبادئ الفنون ومقدماتها قبل أن يدخل إلى غمرات غايات الفنون والمواضع الإشكال والخلاف. كثير من طلبة العلم يبدأ دراسة الفقه مثلا بفقه مقارن، وهذا خير من أجل أنت ما درست اللغة العربية ولا تميز بين الفاعل والمفعول، ما درست البلاغة لا تميز بين استعارة ولا تشبيه ولا كناية، ما درست أصول الفقه، ما درست قواعد الفقه، ما درست شيئا، وتريد أن ترجح بين المسائل الدقيقة التي اختلف فيها النظر إليه، لا تستطيع. أنت في النهاية ستقلد أحد المعاصرين أو أحد المتقدمين وترجع من حيث بدأت. الأولى أن تبدأ بدراسة كتاب في مذهب واحد أو كتاب الحديث ليس فيه تشعب في مسائل، تأخذ منه أهم المسائل التي تظهر من هذا الحديث. لو أخذت من نعمة الأحكام تأخذ من تيسير العدالة، لا تأخذ من الإعلام للملاقين. ولو أخذت مثلا الأجرومية لا تدرس الحواشي والدقائق المنطقية التي، ولو درست شذور الذهب كما سنفعل الآن لا تقرأ الحواشي التي كتبت عليه وغالب ما فيها هو مسائل كلامية دقيقة لا تحتاج إليها ولا لا تفهمها. إذا أردت أن لا تفهم ألاما صحيحا وإذا فهمتها لا تفعل. ينبغي أن تشتغل بما تعتني بها. كذلك المسألة الثالثة التي ينبغي أن يعتني بها المطالب العلمي الآخر عن الشيوخ. كثير من الآفات التي نراها سببها هو عدم الأخ عن الشيوخ، يطالع الإنسان كتاب فيقرأ قراءة فاسدة، أو يكون طباعة نفسها فيها فساد، ونحن كلنا في عصرنا لأن الطباعة صارت تجارة، والأغلب محترف الطباعة من الهواة وليسوا من العلماء. كثيرا ما يكون الكتاب محرفا، فإذا اعتمدت على كتاب محرف وأنت ليست عندك آلية قرأته محرفا فعملت به محرفا، فهمته محرفا وعملت به محرفا. وظيفة الأستاذ أن يجنبك هذه المزايا وهذه المحرفة. ثم هناك فائدة أخرى، وأنك إذا درست على الأستاذ تشعر بالبون بين فهمك وفهمه، وبين اطلاعك واطلاعه، وبين علمك وعلمه، تتواضع وتحس بشيء. أما إذا درست وحدك وقرأت الكتب ثم خرجت بها على أمثالك وأقراني، فإنك ربما ظنك أثنوا عليك، وربما أثنى عليك بعض من ينتحرون العلم وهم الدعياء لكي لا تبدي عوارهم ولا تظهر ولا تهتك أستارهم، كما قال الأول: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلل، يزكي بعضهم بعضا ليدفع معول عن معول. فلا يظهر جهلك ولا تعلم به، بل ربما ظننت بكونك لا ترى إلا أمثالك ومن هم دونك، ربما ظننت نفسك بمرتبة لست فيها، كما قال المتنبي: وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصفو في عين العظيم العظيم. كثيرا ما نرى صغار طلبة ينبهرون بشخص يكون هو متواضع المعلومات جدا، لكن ينبهرون به لحد أن يقدمه على أئمة الإسلام كله، وما ذلك إلا بسبب جهله. لكن لو تعلموا على العلماء عرفوا قدرهم ولعرفوا أقدار أهل العلم كذلك. والمسألة الخامسة هي الهمة، وتحتاج إلى محاضرات، ولا بد للإنسان أن يعلو أن يرفع همته ويتعلق بالثريا ويجعل يسابق الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وحفاظه
يسعد والحفاظة يسابقهم كما قال الحسن البصري في شأن الصحابة والله لنزاحمنهم على الجنة والنار. يزاحمهم إذا زاحمت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر خطير كطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وهناك كثير ما أريد أن أقوله لكن لا يتسع المجال إلا لهذا. بقي 10 دقائق نفتح بها المجال الأسئلة مكتوبة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. إن شاء الله المقرر أنه سيكون قطر النداء ليس الشرح، نص قطر النداء تقرأ منه ما تيسر لنا في الربع الأول، الربع الأول منه أو أكثر في هذين الشهرين إن شاء الله إلى 7 محاضرات قادمة بإذن الله تعالى. ثم في الفصول اللاحقة نقرأ بقية أبواب النحو بإذن الله من كتاب دروس موجز قواعد اللغة العربية لأحمد الهاشمي، وهناك كتب مساعدة إن شاء الله سنعطيها نعطيكم عناوينها تساعدكم في تصور المادة وفهمها، ونحذركم إلى التوسع بمراجع النحو ودراسة الكتب والمطبوعات فيها كثيرة جدا، وإذا ذهبتم إليها وأنتم في هذا المستوى لربما لم تصلوا إلى المقصود. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نحن يقع هنا سؤال غير مكتوب حتى نكسره بالتكرار انتهي الى سيره مكتوب بسوء مسألة الحفظ والفهم، هل نقدم الحفظ على الفهم أم العكس؟ يقول هل نقدم الحفظ على الفهم أم العكس؟ ليس هناك تعارض بين الحفظ والفهم حتى نقدم أحدهما على الآخر. لو تصورنا تزاحما بين الفهم والفهم لا شك أن الفهم مقدم، لكن ليس هناك تعارض أصلا بين الحفظ ربما كان وسيلة إلى الفهم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعتني يخصص وقتا للحفظ تدرج ما يناسب مستواه وما يناسب وقته وتفرغه وكذا، لكن ينبغي أن يعتني بالفهم، ينبغي أن لا يمر به شيء إلا ويفهمه، ما يحفظ بعد ذلك ما استطاع تدرج. السلام عليكم ورحمة الله. تعال نطلب العلم لعله يحتاج إلينا. ألا تمس هذه النية الإخلاص لله تعالى؟ لو قال الشخص لأخي تعال نطلب العلم لعله يحتاج إلينا، ماذا فيها لما ينافق؟ لعله تحتاج الأمة إلينا فنسد لها ثغرا أو نقوم لها بفضل كفاية. طبعا ابتغاء وجه الله تعالى. نحن لا نقول لعله يحتاج إلينا بمعنى أنه لعلنا نحل وظيفة من القضاء وكذا من الجهة المادية، لا، لعله يحتاج إلينا لسد ثغر من ظهور الإسلام. إذا خطر لنا سؤال وليس لنا نية سوى المعرفة ولا نرجو بذلك إثارة الفتنة أو تجاوز طاعة العلم، طبعا لا شيء في ذلك. أنا لم أقصد أن كل من يسأل السؤال من هذا النوع هو له نية سيئة، على الله أن أقول هذا، أعلم نيات الناس، لكن أعلم من حال كثير من الشباب الذين خلطهم أن هذا موجود عند بعضهم. وليس معنى الواحد ينبغي أن يتحرى يسأل عما يحتاج إليه، وإذا أشكل عليه ذلك رأى أنه مناسب للمقام سأل عنه، وإن رأى أنه يحتاجه لكنه غير مناسب للمقام ربما سأل عنه بشكل انفرادي ولا يسمعه في الله. الوسائل التي تعين على إصلاح النية هذا مهم جدا، وأهم ما يعين على إصلاح النية أن نستشعر أولا فضائل الإخلاص ونستشعر خطر الرياء، ثم نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزينا، وأن ما نريده من الناس لن يكون، فالناس لن يرضوا عنا مهما حاولنا، وطريق رضا الناس إن أردنا رضاهم هي في رضا الله، أن نرضي الله سبحانه وتعالى فيرضينا عن الناس، فنجعل الناس كأنهم غير موجودين، لا يفهمنا وجود الناس إلى فعل الشرك. كما لا يمنعنا وجودهم من فعل الطاعة، فكما لا نفعل العمل الذي الناس لا نترك كذلك العمل الصالح حتى لا يقال إننا مرامون أو ما إلى ذلك، بل نجعل الناس كأنهم غير موجودين ونراقب الله سبحانه وتعالى في إيماننا. هل
ذكرتم الغاية الأولى، الغاية الأولى وهي التعالم، ما هي الغاية الثانية؟ الغاية الثانية هي أثر من آثار التعالم، وهي تصنيف الناس والطعن في الكتب والمؤلفات والمؤلفين والعلماء، ومحاولة بناء النفس على حساب الآخرين أو على أنقاض الآخرين. وكأن طالب العلم لا يستطيع أن يظهر ولا يستطيع أن يكون طالب العلم حتى يبيد خضراء كل من سبقه من العلم حتى يكون هو العالم. والواقع هو كذلك، أن كثير من المتعالمين لن يظهر ولن يكون له شيء ما دامت هناك قامات سابقة من العلم، لابد أن يهدم كل هؤلاء حتى يظهر. إذا لم يفهم طالب العلم مسألة هل ينظر الكتب أخرى حتى يفهمها أو ينتظر حتى يصل المستوى الذي فيه؟ إذا لم يفهم مسألة معينة ينظر في شروح الكتاب أو يسأل عنها من يعلمها حتى يفهمها. هاي ما دامت المسألة نفسها طرقت وتحدث عنها فمعناه أنها في مستوى. أما مسألة أخرى لم تطرق ولم تذكر هي التي نقصد فلا ينبغي أن يثيرها، لأنها ما تجنبت إلا لأنها لا تناسب. هل يكفي طالب العلم النحو المبتدئ أن يحفظ مثل مقدمة الجهروية ويغنيه عن حفظ قطر الندى، أم ينبغي عليه أن يحفظ المثل الأخير؟ إذا حفظ مقدمة الجهروية وفهمها فإنه لا يحتاج أن يحفظ قطر الندى، بل يكفيه أن يفهمها. شيخ جزاكم الله خيرا، شارك بدورة علمية في مصر تحت إشراف الشيخ أبي إسحاق، هل تنصحون بالانقطاع عنها أو حاول التوفيق بين مدرستين؟ إذا رأيت أنها تقطعك عما أنت فيه فأنصحك بها، وإذا رأيت أنها أهم مما أنت فيه فأرى أن تتفرغ لها، وإن رأيت أنها لا تقطعك فجمع بينهم حسنتين طيب. هلا شرفتنا بموجز من سيرتكم، قرأوا سيرة السلف فهي أنفعكم، أخشى أن أهبطك. هل طلب العلم أعظم من الدعوة إلى الله؟ وهل على طالب العلم ترك الدعوة إلى الله بدعوى أنه ليس له وقت؟ لا، ليس هناك تعاون بين طلب العلم وبين الدعوة إلى الله، بل مما يزكي الله سبحانه وتعالى بالعلم أن يبلغ طالب العلم بعلمه ويدعو إلى الله. لكن إذا نظم طالب العلم وقته فإنه يستطيع أن يخصص وقتا لحضور الدروس، ووقتا للمراجعة، ووقتا للراحة، ووقتا للدعوة. أما للدعوة ليست دائما هي في الدروس والمحاضرات كما يوهم هذا الكلام، بل الدعوة تكون بالخلق الحسن وبالمعاملة الطيبة وبإعطاء النموذج الحسن، بل هذا أكثر تأثير من كثير من المحاضرات والدروس. طالب العلم بتخلقه بأخلاق طلبة العلم يدعو من حوله، يدعو والديه ويدعو أخواته وإخوانه ويدعو جيرانه ويدعو من يلتقي به في المسجد ويلتقي به في السوق ويلتقي به العمل، فليس هناك تعارض بين طلب العلم والدعوة. هل من دعاء يعين على الطالب؟ كل الأدعية تعين طالب العلم، لكن دائما ينبغي طالب العلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه ما جهل وأن يفقهه في الدين، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه في الدين، ويستعيذ بالله دائما من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعوة لا يستجاب. هل يقال لا حياء بالدين؟ نعم، يقال لا حياء بالدين، والمقصود به الحياء السلبي، لكن يقال لكل دين خلق، وخلق هذا الدين الحياء كذلك. وما كان الحياء الإيجابي ما لا يكون في شيء إلا زانه. الحياء الإيجابي وهو الحياء الذي يكون في محله، وهو التحلي بكل مليح وترك كل قبيح، هذا يحبه الله سبحانه وتعالى في الأمر كله. لكن الحياء السلبي وهو الحياء التصنف هو الذي نقصده، وهو الذي يقال به لا حياء. هل يعتبر السمع للأشياء الضوئية فيها سلاسة علمية أخذ عن المشايخ؟ نعم، إن تعذر الأخذ المباشر عن المشايخ فهذا وسيلة للأخذ عن المشايخ، وهو السماع على الشريط، خاصة أن الشيخ بالشريط لا ينافي الأدب معه أن تعيد كلامه مرات ومرات، ربما استفدت من الإعادة. لكن
مواجهة الشيخ وسؤاله يتأتى بها ما لا يتأتى بسماع الشريط، خاصة من النواحي التربوية وليس النواحي العلمية، النواحي التي أشرنا إليها من السمت ومن إن شاء الله. للأسف يبدو أن الوقت قد انتهى، أقول قولي هذا الصحيح، وطبعا نجيب عن هذه الأسئلة بإذن الله. هذه الأسئلة أنت يجب عن هذه الأسئلة.